مساء الخير جميعا واهلا بيكم في مصر الجديده. النهارده السبت 25 يناير 2014، 3 سنوات مرت على ثوره 25 يناير 2011. المشهد النهارده في جميع المحافظات المصريه هو مشهد احتفالي في المقام الاول، لانه المصريين توافدوا منذ الصباح على هذه الميادين، زي ما انتم شايفين الصوره اللي بتنقل مباشره من ميدان التحرير رمز الثورة المصرية، توافدوا على الميدان للمشاركة ولإحياء هذه الذكرى، ذكرى ثورة قامت ضد نظام سياسي حكم مصر لمدة 30 سنة وأطاحت بالثورة بعد 18 يوم كاملة قضاها الثوار المصريون في الميدان. في نكتة بتتقال، معرفش إذا كانت نكتة ولا حقيقة، هو أن المصريين النهاردة نزلوا في ذكرى ثورة 25 يناير للاحتفال بثورة 30 يونيو. ربما المحللين السياسيين اللي هنقابلهم النهاردة ونتحاور معاهم هيتفقوا مع هذا الرأي أو ربما يختلفوا، ولكن النهاردة الحوار هيبقى حول عنوان رئيسي: يا ترى استطاعت الدولة المصرية في هذا التاريخ أن تقابل التحدي وتوصل اليوم ده إلى بر الأمان؟ أنا طبعا بتكلم بطرح هذا التساؤل لأنه المشهد الاحتفالي ده الحقيقة هو اللي احنا شايفينه على الهواء مباشرة، ولكن هناك مشهد آخر وبكل أسف هو مشهد عنف ومشهد سقوط قتلى وضحايا ومصابين نتيجة المناوشات والاشتباكات اللي بتحدث ما بين أنصار الإخوان المسلمين وبعض الأهالي من جهة، وأحيانا مع قوات الأمن من جهة أخرى، وطبعا المشهد الإرهابي وعمليات التفجير اللي بتحدث بين الحين والآخر واللي كان آخرها امبارح والنهاردة، وما حدث في مديرية أمن القاهرة، والحدث الأخير كان في محافظة السويس الهجوم على قوات الأمن المركزي.